في منطق الدبلوماسية هي زيارة الحاكم الفعلي لدولة الإمارات إلى ألمانيا، وفي منطق السياسة هي مناورة للتطبيع مع حكومة المستشارة ميركل التي لطالما اعتبرت أبوظبي ضالعة في جريمة العصر في اليمن. بل إن ميركل وحكومتها ذهبتا إلى أبعد من ذلك بفرض حظر على تصدير السلاح إليها وإلى المنخرطين في حرب اليمن. يصافح بن زايد الرئيس فرانك فولتر شتاين مايا المنتمي إلى الحزب الاشتراكي، وهذا الأخير فرض على عقد إنشاء الائتلاف الحاكم حظر تصدير السلاح إلى أبوظبي. توقيت الزيارة إلى برلين التي تمثل قاطرة الاقتصاد الأوروبي لم تأتي من فراغ، فالرجل يعاني حصارا غير منظور في واشنطن، وتلاحقه فضائح جورج نادر والتغول عبر أياديه الخفية في عاصمة القرار الأمريكي، فضلا عن الاتهامات المباشرة لشخصه بتدمير اليمن وإشاعة الفوضى في المنطقة العربية. يريد بن زايد استجماع أنفاسه وإعادة التموقع في التكتل الأوروبي بعدما ضاقت عليه الضفة الأخرى من الأطلسي. القلق الكبير الذي ينتاب ألمانيا هو الحرب في اليمن، فولي عهد أبو ظبي هو المسؤول عن ذلك. كان هناك طلب من نائب رئيس البوندستاغ الألماني إلى الرئيس الألماني لتناول هذه المسألة، وأن على الرئيس شتاين ماير التحدث إلى الإماراتيين عن حرب اليمن ووقف هذه الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. في ألمانيا كان التحذير من الزيارة لا يقل ضراوة من التحذير من الشخص نفسه، فنائبة رئيس البرلمان الألماني البوندستاغ كلوديا غوت اعتبرت أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أحد الأضلع المشاركة في التسبب في أكبر كارثة إنسانية في العالم حاليا، في إشارة إلى حرب اليمن، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وقالت غوت إن محمد بن زايد يستخدم بلا ضمير موارده المالية والعسكرية في دعم حكام استبداديين ومعادين لحقوق الإنسان في دول مثل مصر وليبيا والسودان. وطالبت نائبة رئيس البوندستاغ الرئيس الألماني بأن يستخدم عبارات واضحة وأن يوضح لولي العهد دون لبس أن ألمانيا وأوروبا تنتظران تغييرا سياسيا جذريا ونهاية فورية لحرب اليمن. ويسعى الضيف الإماراتي إلى استخدام ما يسميه مراقبون أساليب المناورات السياسية الموجهة إلى الداخل الألماني، إذ يعتزم بن زايد وضع وردة واحدة على تذكار موقع العملية الإرهابية التي نفذها أنيس العامري في برلين عام 2016. عيسى طيب، الجزيرة، برلين.